ورحمة الله وبركاته. معانا اليوم سيارة جميلة، سيارة حلوة كان نفسي اجربها من زمان، والحمد لله ربنا قدرنا جبناها. سيارة معانا طوارق فولكس واجن طوارق 2015. ما اطول عليكم كثير، حديكم المختصر المفيد. هحاول اخلي لكم هذه الحلقة جدا مختصرة عشان يعني تعرفوا السيارة دي بالكامل. السيارة هذه في عالم الدفع الرباعي بصلابتها، خلينا نمسك كلمة طوارق. الطوارق اللي هي الله يسلمكم قبيلة في جنوب الجزائر، في شمال مالي، في المنطقة هناك، والشهر الرجال انهم دائما متلتمين ولابسين ازرق، فهم دول قبيلة الطوارق. وسميت السيارة دي طوارق لانه ذولاك ملوك الصحراء، دائما ما شاء الله عايشين في الصحراء، ويعني جوهم وجوهم انا واحد القبائل العربية، فاشتهروا بكلمة طوارق. وهي هذه السيارة جاية على اسم القبيلة هذه، من دائما يعني اكثر ناس يترحلوا في الصحراء بكل نعومة واريحية، وهذه السيارة تسمعت على اسمها. خلونا معكم اليوم حنشرح لك مميزات السيارة دي وابعادها وتفاصيلها. سيارة 45 اجو رومانسي وشعري وسط الصحراء، سبحان الله كل يوم بروح اجرب اصور سيارة في الصحراء الاقي الدنيا تولع، فهوا غبرة، بس الحمد لله صابرين وصامدين معكم. الشاهد ابعاد السيارة 4795، 1945 العرض، و 1710 ارتفاع، 8 نيمار جير بوكس، 6 سلندر، 3600 سي سي، يدي 280 حصان، مخفضين الاحصنة شوية من 300 ل 280 عشان يركزوا على العزم. السيارة وزنها فاضي حوالي 2132 كيلو صعودا. الشنطة من 600 لتر ل 1000 عفوا من 700 ل 1640 لتر تشيل الشنطة، ما شاء الله راح يتحمل فيها. السيارة دي واحدة من الأشياء الحلوة جدا فيها إنها معمولة، وحشرح لكم إيش الفروقات بينها الآن، معمولة للعزم، إنها ناعمة وتديك الغرض بدون حكاية إنه تقول لي والله أنا طالع تطعيز جامد. ما هي عشان تطعيز جامد، بس والله انا رايح المزرعه شويه، رايح المكان الفلاني شويه، بدي اسحب المركب حقي او الجيتسكي او عندي يخت ما شاء الله صغير ابى اسحبه ورايا، تقدر تسحبه، وفي نفس الوقت ببرستيج بكلاس ما تنازلت قلت والله يا اخي انا الحمد لله ربنا كرمني منعم علي، ما ابغى اشتري ونيت، ما ابغى شيء، ابغى سياره اركب فيها انا وعيلتي، وفي نفس الوقت احمل فيها لا بحمله واسحب اللي ورايا لا اسحبه، وفي نفس الوقت ابغاها سيفتي وابغاها برستيج واروح اي مكان اجي اي مكان فخمه وتأدي الغرض. هذه السياره الشخصية نفسه هو والمكان وشيء كثير مستخدمة بينه وبين البورشة الكايان بتعمها وبتعمها الثانية الأودي كيو 7 الشخصية الأطول. السيارة هذه ما شاء الله باعوا منها من عام 2010 لين الآن باع حوالي 800 ألف سيارة من هذه الفئة، مشهورة جدا، منطلقة برا، مبيعاتها جبارة، سيارة جبارة. حشرح لكم حاجة حتى على الفرامل الآن أنا معجب فيها جدا. السيارات الألمانية دائما الأوروبية الواحد يرفع لها القبعة في عملية الصلابة، الفرملة، الرساوة، الأمان بيد الله سبحانه وتعالى، ثم في السيارات هذه. الآن الله يسلمكم السيارة دي اتشهرت، أكثر حاجة خلت السيارة دي مشهورة قبل أي صانع تاني إنه العشرة سلندر التوربو ديزل حقتهم في أوروبا سحبوا فيها طيارة بوينغ 747 تقريبا وزنها 155 طن، سحبوا بالسيارة دي، وعشان يدوها تماسك أفضل حملوا الكراسي الخلفية كمان بحوالي 4 طن و200 كيلو عشان يصير تركز أكثر عشان الطاقة توصل على الأسفلت. على 1600 دورة RPM سحب 155 طن وراه غير الأربع طن اللي جوا السيارة، فهذا كان يعني شغل جبار جدا على السيارة دي. الآن فين توقع السيارة دي مع منافسينها؟ إذا تكلمنا الله يسلمكم، طبعا هي فئات مختلفة، خلينا أشبه لكم إياها. إذا تكلمنا على السيكويا، الأرمادا، على التاهو، اليوكون الإكسبيديشن، دول الله يسلمكم اللي يشوف المصارعة اليابانية حقون السومو اللي ما شاء الله كل واحد وزنه يعني 150 كيلو 200 كيلو 250 كيلو وروح عامل كده رجل الأرض وقاعد كده وزنه، دول مصارعين السومو. الآن إذا تشوفوا كرة القدم الأمريكية ما شاء الله مفتلين وعضلات ومصفحين وكل واحد يبتدي من الأرض يمسك الكورة ويروح خالع اللي قدامه وشايلهم وطيرهم، هدول بي ام دبليو اكس 5 ام، اكس 6 ام، مرسيدس ام ال، اي ام جي، بورش كايان، ام جي 63، بورش كايان التوربو، التوربو اس من الفئة دي. طيب فين يحطنا معه في السيارة هذه؟ السيارة دي إذا قلنا هذولاك لعيبة كرة القدم والتاني مصارعين السومو، هذه السيارة أشبه ما تكون براقصة الباليه. واحدة حلوة ناعمة على طراطيف أصابعها ماشية بكل خفة،
تلاقيها شويه هنا شويه طايره في الهواء هناك بتنزل، وشويه كانت تشوفها بتبرم لليمين راحت لليسار بكل خفه ورشاقه كانه غزال. هذه هي السياره كده، ما مقصود فيها انها دفع رباعي جبار ونسبه تخفيض وتعوس ورمله، ما هي معموله كده. الجنوط 21 ما هي حقت رمله، السياره ما فيها لو جيرز ما هي حقت رمله، الكفرات حقت الاسفلت حقت اداء رياضي ما هي كفرات رمله، ما هي حقت رمله. ومع ذلك بدون ما اخفض الهواء حق الكفرات بدون ما اعمل شيء، كل اللي سويته ضغط على زر واحد حق الاوف رود، انه والله حنطلع من على الاسفلت، هي زرين اون رود اوف رود، حنطلع من على الاسفلت حنخش الرمله شويه. ما شاء الله مويه رمله كل شيء، ادت السياره بكل ذكاء اتدخلت. واحده من الاشياء الحلوه في السياره دي بيفتخروا فيها انها كانت تخش في عمق لغايه 22 سنتي، يعني حوالي 88 تقريبا 88 سنت 22 انش، يعني 88 سنتي تقريبا، لانه سنتي 2.54 سنتيمتر. ف انها تخش في المويه، وما شاء الله شفت لها فيديوهات دخلوا لغايه 33 سنتي، يعني المويه واصل لغايه هنا والسياره ماشيه ما شاء الله بدون اي شيء. واحده الاشياء اللي عجبتني في السيفتي حقت السياره، وروحوا طالعوا في السيارات الكبيره كلها، طبعا طلع لي السيارات الرياضيه، خلينا نتكلم على السيارات التركات. حتلاقي الفرامل من قدام مخرمة بالطول، ما بتكلم على مخرمة بالعرض، مخرمة بالطول مهواية، والخلفية تلاقيها صلبة. هنا لا، عاملين حسابهم على فرامل ممتازة وصلابة وثبات وسارة يليق بسمبوليكس واجن. الأمامية والخلفية الفرامل مخرمة تبريد كامل، فعشان كده نرفع القبعة احترمهم. سارة تستحمل أي أي جو في أي حمولة، حتفرمل بدون مسح وحتفرمل فرملة جبارة. هذا التبريد باينة ما شاء الله في كل مكان في السيارة، وعندنا هنا الرادارات حقت الأدابتف كروز كنترول حقت الرادار الذكي مع مثبت السرعة موجود عندنا هنا، حساسات أمامية حساسات خلفية، داير ما يدور حول السيارة، مناطق عمية، لين ديبارتشر خروج من الخط، فيها كل شيء حق السيفتي اللي يحمي الركاب. بعض هذا محرك السيارة القلب النابض، زي ما شايفين صوت المراوح بتحاول ما شاء الله يعني تلعب مع الحرارة 45. الماكينة راجعة لورا بأكبر قدر ممكن ورا الدفرنس المحور الأمامي، ونازل لتحت عشان تدي ثبات، والرادياتور كله أمور تانية كاملة. مدخل الهواء مدخل الهواء عالية فوق أعلى ما يمكن، حتضرب في الكبوت من فوق، كل دي حماية عشان مقاس الكبر 275 40 21. هذه خلفية السيارة، عندنا كلمة V6 بلو موشن تقنية الدفع الرباعي، عندنا هنا في الريفرس عندنا الكاميرا الخلفية حقت الفولكس واجن موجود عفوا تحت هنا، الكاميرا موجودة هنا تحت، عندنا علامة فولكس واجن و سوري الشمس عاملة عمايلها شوية، الشنطة تتفتح كهرباء هاي عندنا هنا، الشنطة ما شاء الله بتشيل كمية كبيرة، ولسه إذا كنا طبقنا الصف الثاني للركاب ما شاء الله ما بتقصر أبدا. حافة التحميل حقتها ممتازة، لو تلاحظوا هنا في حماية كروم بحيث إنه لو في أي شيء تيجي على الحماية اللي هنا، بعدين تخش على الحماية الثانية، بعدين تحط التشينات، فبكده ما تجرح البوية. عندنا حساسات رجوع لورا، وكمان الديفيوزر موزع الهواء الرياضي موجود عندنا تحت. فالسيارة جامعة بين عالمين، عالم رياضي وعالم عملاني وحق استخدامات شاقة وعائلية. طبعا بضغطة زر الشنطة تتقفل بالكهرباء، سيارة زر فتح قفل شنطة علامة فولكس واجن، وهنا الزر حق المفتاح الإضافي يتفتح الإمرجنسي. زي ما قلت داخلية السيارة اللي تم تطويرها وتحسينها، تطريز الكراسي من جوا، الفينشينج المواد الخام ما شاء الله، حتى البلاستيك كانت تحسه بلاستيك محترم، اللمبات الأمامية أخذت شكل من الجولف الآر، العدادات الداخلية حتى كلمة هنا الآر لاين، هذا اللي هي الآر لاين السبور. كل شيء موجود تحت متناول يدك بشكل جدا سهل وسلس، ما في خشب حاطين لك كربون فايبر هنا، في شيء ثاني حاطين لك فيها خشب، الخشب النعومه او الفخامه، الكربون فايبر تاخذ من الناحيه الرياضيه، المفتاح يتحط هنا او تخلي في جيبك وتشغل السياره من هنا، الجير بوكس 8 نمر ناعم، العزم 360 نيوتن متر، فما شاء الله بيؤدي الغرض السياره زياده. في نوع من السياره هذه يجي برا 12 سلندر، ويجي كمان الله يسلمكم 6 سلندر سوبر شارج، يجي هايبريد، ويجي ديزل 8 سلندر. فخلينا احنا هنا نتكلم عن 6 سلندر حقتنا من اجمل ما يمكن، مع انه كنت اتمنى شويه يعني ما فيها عيب، بس شويه عزم زياده، شويه اداء رياضي افضل شويه كده. السياره ثقيله بس ما شاء الله في الخط تقفل 230 كم في الساعه وهي مستريحه، ادائها حلو وجميل، وهذه العدادات كل شيء واضح قدامنا. الزر هنا حق الاوف رود حتى يبين زاويه ميلان الدركسون، يعني تلاحظوا يبين الزاويه بتتحرك الارقام معك معنا، شوفوا تحرك الارقام، حنقرب الكاميرا كمان اوضح لكم بشكل اكثر. عندنا الله يسلمكم اذا حولناه من الاوف رود، هنا عندنا الاوف رود الزر، حنحوله لاون رود للاسفلت، راحت
وطلع معانا الرادار، شاشة مثبت السرعة حق الرادار سايد اسيست ودرايفر اليرت سيستم اللي هو مساعدة في الخطين، الواحد ما يطلع من الخط، إذا السيارة اللي قدامي قربت كثير أقدر أحدد المسافة اللي السيارة تفرمل فيها لوحدها. عندنا مناطق عمياء بتنور المرايات ما شاء الله من جانب المنطقة السوداء اللي هنا، أو خليني أوريكم إياها هنا قدام صباعي ورا المنطقة البلاستيك الأسود دي، ما شاء الله كده بتنور كل ما تعدي سيارة، تديك جميع أنواع الإنذارات اللي أنت محتاجها. نوعية الجلد الموجود هنا ما شاء الله جميلة مخرمة. في عندنا هنا الله يسلمكم تبريد الكراسي وتسخين الكراسي، عفوا تبريد وتسخين الكراسي موجود عندنا هنا، هنا تبريد وهذا تسخين، يعني السيارة الألمانية بكل احترام بكل افتخار. عندنا جلد هنا على الدرج، فتحة السقف بانوراما ما شاء الله تبارك الله منور السقف بالكامل من قدام لغاية آخر الصف الثاني. وعندنا كمان إذا حبينا نقفلها فتحة السقف دحين نشوف كيف معنا، بضغطة زر بسيطة السقف يتحرك بالكامل. هذا وضعية الدفع الرباعي، وهذا الله يسلمكم لما تكون على اسفلت والرادار الادابتف كروز كنترول مثبت السرعة الذكي. عندنا هنا الله يسلمكم زرجان دفع رباعي، تلاحظوا ينور معنا الاوتو هيل ديسند مساعد في النزول من التلال في المناطق العالية تحت عشان لا احد لا سمح الله تنقلب في سيارة. عندنا هنا تسخين الدركسون، عندنا هنا الكاميرات، شوف هذه مثلا الكاميرات عندنا جاية الحساسات في الامام وفي الخلف، في الجوانب ما في شيء، في مناطق عمياء. في عندنا هنا الله يسلمكم اذا ضغطنا الزر حق الكاميرا، شوف هذه الكاميرا خلفية وتبين لنا كمان، يعني هنا متخليه بشكل ده او نخليها انا مره بشكل ده تورينا امام وخلف. في عندنا حساسات، عفوا هذه وضعية الكاميرات، عفوا نرجع ثاني مره، خلينا نقعد نلعب شويه في السياره اليوم. هنا عندنا هذه عشان تساعدك في الاصطفاف توقيف السياره بشكل طولي. وعندنا الله يسلمك هنا قديش درجة الإضاءة والكونتراست والألوان حقت الكاميرا تتحكم فيها. عندنا هنا الله يسلمكم قلنا النافيجيشن، هنا إعدادات السيارة بالكامل تتحكم فيها، شوفوا البوصلة الأوف رود على الارتفاع كم عن سطح البحر، يعني فيها معلومات لا بأس فيها أبدا. تكييف، تليفون لازم تشبك في البلوتوث، الراديو. طبعا في مناطق ثانيه برا موجود فيها الترافيك ريبورت موجود في دبي حلو، وانت ماشي اذا اخذ النافيجيشن شغال معاك يقول لك ترى الشارع ده اللي انت رايح فيه زحمه خذ الشارع الثاني ويقترح لك الشارع الثاني. للاسف الخدمه دي ما ينفعل عندنا، اتمنى ان شاء الله في يوم من الايام تتفعل. كاميرا الكاميرات الكراسي الخلفيه، الباب يتفتح بزاوية واسعة ما شاء الله حلو. انا قاعد هنا قدام، وعفوا ورا، كرسي الامامي قدامي وراجع، لو تلاحظوا حتى انا هذا كنت كرسي قاعد، هذا راجع اكثر منه ما شاء الله، يعني في اسبوعين اصبعين ثلاثة اصابع موجودة بالراحة، قاعد نستريح. هذه حالة السيارة الالمانية، فتحات تبريد التكييف في الخلف موجودة تحكم فيها، عفوا ولاعة لو واحد يشبك يشحن الجهاز عنده شيء، كل موجود، مسند يد موجود وكاب هولدرز. هذه حشرح لكم عليها دحين، عامل لها برضه مجموعه فيديوهات تثقيفيه على اشياء معينه عشان ان شاء الله يعني الله يكرمنا نقدر نساعد ننقذ حياه البشر والناس، ونشرح لهم اشياء يمكن كانت يعني غافله عنهم، فلعل عسى ربنا يعني يهديهم لما في مصلحتهم فيها. عندنا ستاير خلفيه يدويه. السيارة زي ما شفناها اليوم على كذا على عجاله، زي ما قلت ما في ديك التحديثات الجبارة باستثناء الالكترونيات وتحسين الفرش الداخلي، الشكل الخارجي يعني على استحياء عدلوا، يا ريتهم كانوا يمكن يزودوا شويه، لكن اعتقد ان شركه فولكس واجن كانت ماشيه على مبدا if it ain't broken don't fix it، اذا ما هي خربانه لا تصلحها. ناقصه السعر على قد ما في اشياء جدا جميله، كانت ناقصه اعتقد في منطقتنا هنا يعني زي بما انه هي نفس الشخصيه حقها، هي حق الاودي الكيو 7 والبورش كايان. وهنا يا ريت غير ال 6 سلندر كان مثلا 6 سلندر 3 لتر سوبر شارج زي الموجود في الاودي، يا ريت نزلوه عندنا، اعتقد 330 حصان على السياره دي مع العزم الاضافي من السوبر شارج عليها كان حيدي اداء رائع. السياره اللي احنا فيها سبورت لاين اللي هي حقت الفئه الرياضيه جميله، بس يا ريت كان فيها كمان هيد اب ديسبلاي، الجير بوكس 8 نمر رائع وبيتم التحكم فيه كمان من الدركسون جميل. السعر، سعر تبتدي السياره من 220 تقريبا 245 ل 285 حسب المواصفات.
ضمان السيارة 5 سنين جيد ممتاز لا بأس فيه ابدا. ابتدى الوكيل يتوسع في عدد يعني في عدد الفروع وفي عدد الخدمات اكثر وبيوسع مراكزهم وهذا شيء ممتاز. قطع الغيار كالصيانة ما هي غالية كثير، لكن لا قطع غيار في حادث لا سمح الله شفتها حسيتها شوية غالية، لكنه خليني اقول لكم يعني الله يعين التامين، التامين يتفاهم فيه، انا ما منع السيارة لكن انا ادفع اقمشة فلاتر بواجي دي، انا راكب سيارة كمان المانية ما هي الاوروبي غالي الى حد ما هو رخيص، بس كمان الغالي سعره فيه وكل حجرة لأجرة، تبقى سيفتي تبقى صلابة تبقى رساوة تبقى فرملة تبقى وسع ورا تبقى تشيل تبقى تسحب تبقى تعمل تبقى تطلع برا تبقى تسوي كل شيء وتبغاه بسعر رخيص. يعني تكلمنا عن مرسيدس الام ال اظن على حوالي 270-275، الاكس 5 كمان يعني 285-295، تبتدي السيارات يعني خلينا نقول تاخذ مواصفات حلوه على حول قريب من ال 300 الف ريال فما فوق في الفئه دي، انت بتاخذ يعني اشياء كثير ممتازه في السياره دي على فئه 245 الف ريال ل 285 الف ريال، فما زالت ارخص. اسم فولكس واجن والتكنولوجي حق السياره اللي تعيش وتخدم موجود لا باس فيه ابدا، وشوية رتوش أعتقد بسيطة هنا هناك كانت ممكن تأدي غرض أجمل كمان أكثر. 280 حصان لا بأس فيها، وإن كنت متمني شوية عزم إضافي شوية أحصنة إضافية لأن السيارة 2 طن وربع تقريبا. الآن سادتي وأعزائي كبابي، جو حار ورومانسي وشاعري بغينا عن تعريف وسط الصحراء في الصيف، كلكم بخير. السيارة إيش اللي عدلوه فيها الله يسلمكم؟ اللي عدلوه كالآتي تقريبا ولا شيء، بدون ما أظلمهم عشان كمان ما تكون كلمة ولا شيء تتاخذ على المطلق. بين 2010-2014 هل في اختلافات، و 2015 هل في اختلافات فعلا جذرية؟ لا، حسنوا الفرش الداخلي شوية، أضافوا بعض الإلكترونيات الممتازة اللي كانت بتساعد السيارة من جوا زي اللين ديبارتشر خروج من الخط للخط، عدلوا فيها أمور كتير حلوة ساعدت السيارة، جملت السيارة، جملت حالها شوية رتبت لها، لكن هل هي والله إنه في تغييرات كبيرة؟ لا، ما في تغييرات كبيرة. هل السيارة معروفة ما شاء الله معروفة في أوروبا، ممتازة مرغوبة حلوة وماشية من أجمل ما يمكن. هنا شوية بتبني حظها شوية لسه الناس عشان تقتنع فيها. هل انت اخذها حق دفر رباعي يعني شرس وصعب ومناطق واعرة؟ لا، لكنها بتجمل اوه جمل الله حالها بداخل وخارج زي ما احنا شايفين اليوم انا في الرملة ما شاء الله من اجمل ما يمكن. زي ما قلت الكفرات ما هي حقت رملة، ما نسمتها كفرات، ما في دبلات تقيلة، من اجمل ما يمكن. الالكترونيات مؤدية الغرض وخبرة فولكس واجن الرائعة
شغالة من أجمل ما يمكن ومن أقوى ما يمكن. يعني خليني أوريكم شوية عينة من الإيه من الأرضية. الحين حنشوف شكل الإضاءة الداخلية كيف لما نشغل السيارة. يعني مثلا الحين هذا كذا شغلنا الإضاءة، طبعا يمكن نوعا ما عشان ما هي الدنيا ظلمة مرة. هنا الإضاءة عندنا اشتغلت بشكل واضح شوية. في عندنا هنا الله يسلمكم إضاءة اشتغلت، شوفوا عندنا طلعت معنا. وفي شيء برضو حلو الله يسلمكم، تحت دعاسات الأرض الإضاءة اشتغلت فيها، هذا كمان شيء ممتاز حلو. هنا كمان زي ما قلنا هنا شوفوا الله يسلمكم الخط الأبيض هذا الإضاءة كاملة فيه، طبعا حقة التكييف، لوحة الكونسول الداخلية بالكامل. وفي عندنا هنا كمان لو نلاحظ برضو مثلا هنا يمكن شوية في الظلمة باين أكثر الإضاءة حقة الأبواب.